ينضم إلينا من لندن عبر سكايب الطبيب في الخدمات الطبية البريطانية الدكتور محمد النجار. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني للأسف عادت مجددا لترتفع أعداد الوفيات في العالم، وحتى الإصابات الإيجابية ارتفعت، مع أنه يعني شهدنا احتواء ربما طفيف في الشهر الفائت. وبالتالي يعني ما الذي يجري دكتور، مع أنه العديد من الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة يعني تجري عمليات اللقاح على قدم وساق؟ نعم، حقيقة أن هذا الوباء يعني كانت حوله إشكاليات كثيرة، أهمها عدم وجود توافق دولي وعدم توفر اللقاحات بشكل كافي، بحيث أن معظم دول العالم تقدم هذا اللقاح بشكل يعني يكون في نفس الوقت أو مع بعضها البعض بشكل متناغم ومنسجم. هناك كثير من الإشكالات كانت يعني قد ظهرت حول بعض هذه اللقاحات، وخاصة فيما يتعلق بأسترازينيكا والجلطات التي يعني تم الحديث عنها، وبعض الأبحاث أكدت حصول هذه التجلطات. ولكن المشكلة الأكبر هي حقيقة أن هذا الوباء يعني تم يعني دراسته بشكل يعني يكفي لأن نعرف أننا أمام مشكلة حقيقية يمكن أن تستمر لسنوات، وأنه إن لم يكن هناك تعاون دولي وأن تقوم كل هذه الدول التي تمتلك الإمكانات والدول حتى الفقيرة التي لا تمتلك الإمكانات لتقديم يعني شيء في ما يتعلق بوقف الحد من انتشار هذا الفيروس، يعني هناك عملية يعني إذا نظرنا إلى الجدل الحاصل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمناكفات الحاصلة واحتكار بعض الشركات لبعض المطاعيم، خاصة الولايات المتحدة التي تحاول أن يعني تسوق اللقاحات التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، وكذلك الصين، يعني هناك مشكلة كبيرة. اللقاح الروسي لم يكن يعني سيئا بحسب الدراسات وبحسب ما تتحدث عنه وزارة الصحة الروسية، ولكن بنفس الوقت ليست هناك إمكانات لإنتاج كميات كافية منه. هناك مشكلة يعني أخلاقية في الدرجة الأولى، وهناك مشكلة اقتصادية في الدرجة الثانية، وهناك مشكلة أن كثير من هذه الدول التي تمتلك هذه الإمكانات. ولكن أضف إلى ذلك أيضا دكتور محمد بأنه لا نعلم إذا كانت هذه أيضا اللقاحات تحارب جميع هذه الفيروسات المتحورة، والتي لكل دولة ربما فيروساتها الخاصة المتحورة، يعني في الآونة الأخيرة هذا ما نسمعه. ويعني وعندما تقرر فايزر إضافة جرعة ثالثة للمطعوم، يعني ما هي هذه المؤشرات؟ يعني هل يعني هذا بأنه نحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث على هذه اللقاحات دكتور؟ نعم، ما في شك في هذا الكلام. يعني المشكلة التي حصلت مع أسترازينيكا على سبيل المثال، والتي يعني كانت نتيجة الدراسات تشير إلى أن هناك حالة من نقص في الصفيحات الدموية المترافق مع حالات من التخثر التي تحصل في الأوردة الدماغية وفي الرئتين وبعض الأعضاء الأخرى، وحصلت وفيات في النرويج وفي النمسا وفي ألمانيا، وتم إيقاف هذا اللقاح لفترة ومن ثم أعيد العمل به. بريطانيا حتى الآن مستمرة وقد نجحت إلى حد كبير في إعطاء هذا اللقاح ل يعني عدد كبير من المواطنين البريطانيين، ولم تحصل كثير من الإشكالات. ولكن الدراسات لابد من أن تستمر، ولابد من أن نتعرف على المزيد من المشاكل التي يمكن أن يؤدي إليها هذا الفيروس. نحن بحاجة ليس فقط إلى المطاعم، ونحن بحاجة إلى العلاج، لأن المشكلة لن تتوقف يعني خلال فترة قصيرة، ونحن بحاجة إلى أن ندرس هذا الفيروس بشكل جيد، ويكون لدينا يعني خطة يعني تتعلق أيضا بالعلاج وليس فقط بالتمنيع وإعطاء اللقاحات. نعم، ولم تجبني على جزئية فايزر وحاجة لجرعة ثالثة دكتور، يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا أولا. والموضوع الثاني، يعني هل يبدو بأن اللقاح سيكون موسمي وربما حتى سنوي؟ نعم، هذا الكلام تم طرحه حقيقة خلال الأشهر السابقة،
من أن هذا الفيروس سوف يتحول إلى فيروس يعني موسمي مثل لقاح مثل الفلو أو الكولد ما يسمى باللغة الإنجليزية، وهذا يعني في النتيجة أننا سوف نحصل على هذا اللقاح بشكل سنوي أو موسمي، لأن المناعة الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس أو المناعة الناجمة عن أخذ اللقاح الخاص بهذا الفيروس لن تستمر في أجسامنا طويلا، والأضداد المناعية التي تتشكل في أجسامنا لن تستمر طويلا، ربما بضعة أشهر، وهذا يعني في النتيجة أننا بحاجة إلى عملية تمنيع جديدة وفي كل فصل وفي كل عام يعني يحصل فيه أو تحصل فيه الإصابات بهذا الفيروس. شكرا لك الدكتور محمد النجار، الطبيب في الخدمات الطبية البريطانية من لندن.